Good morning, Primary 2, Lesson 31. Lesson 31, adding in any order, اللي هو الجمع في أي ترتيب. هنفهم ازاي دلوقتي. Solve the problems below, then rewrite the problems by switching the addends and solve the new problems. يعني ايه؟ بيقول لي احل البروبلمز اللي عندي اللي هم الدهاني اللي هم 4 بروبلمز دول، الاربع مسائل دول عايزني احلهم، وبعدين اعيد كتابتهم، ارجع اكتبهم تاني، بس هغير switching the add ends، يعني هغير الاد انس. قلنا الاد انس اللي هم طرفين او two numbers اللي هم قبل الساين بتاعت الاديشن، قبل البلاس وبعد البلاس، لو بدلتهم يا ترى ايه اللي هيحصل؟ طيب تعالوا نشوف. انا عندي اول واحده 14 plus 4. لو انا جمعت 14 plus 4 بطريقه عاديه جدا، ال 14 in my head وال 4 on my hand on my fingers، after 14 15 16 17 18، يبقى 14 plus 4 equal 18. طيب يا ترى لو انا بقى بدلت الاد انس وكتبت البروبلم 4 plus 14، لو كتبتها 4 plus 14 يا ترى ايه اللي هيحصل؟ طيب تعالوا نشوف، نحل البروبلمز اللي عندي الاول كلهم، وبعدين نشوف لو بدلنا الاد انس ايه اللي هيحصل. تاني واحدة 9 plus 15. طيب انا هكاونتنج اون افتر 15 وهشوف 15 افتر 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. يبقى 9 plus 15 equal 24. طيب اللي بعد كده 12 plus 8. لو انا حلتها هتطلع 20. واخر واحدة 8 plus 9 هتطلع 17. طيب انا كده حليتهم عادي خالص، اديشن عادي بطريقة الاستراتيجي بتاعة الكاونتنج اون، وطلع هي دي الريزلتس اللي عندي، الناتج اللي عندي. تعالوا نشوف في حالة ان انا بدلت الاد انس او بدلت النمبرز اللي قبل البلاس واللي بعد البلاس يا ترى ايه اللي هيحصل. تعالوا نشوف. انا عدت كتابة البروبلمز تاني و غيرت الاد انس او بدلتهم مع بعض. يعني اول واحدة كانت 14 plus 4 انا كتبتها 4 plus 14. the second one كانت 9 plus 15 عملتها 15 plus 9. و the third one كانت 12 plus 8 عملتها 8 plus 12. و the last one معايا 8 plus 9 انا عملتها 9 plus 8. يا ترى الناتج اللي عندي هيتغير عشان انا غيرت او بدلت الاد انس اللي عندي؟ يعني لما كانت 14 plus 4 ايه اللي هيحصل لو انا عملتها 4 plus 14؟ ايه اللي هيحصل؟ طبعا ما فيش حاجة هتحصل، لان انا كده كده في الاديشن انا بحط البيج نمبر او ماي هيد بحطه في الناي، بكمل بكاونتنج اون بالسمول نمبر، فطبعا مش هيفرق. كده كده في الحالتين انا هبدأ بالفورتين وهكمل، هتطلع 4 plus 14 18 برضو. 9 plus 15 هي لو عملتها 15 plus 9 هتطلع برضو 24. و 12 plus 8 لو انا عملتها 8 plus 12 هيطلع نفس الريزلت، هيطلع 20. و 8 plus 9 لو عملتها 9 plus 8 هتطلع برضو 17. يبقى اللي انا اقدر اخرج بيه من الليسن بتاعي النهاردة ان انا اقدر اعمل الاديشن in any order، اقدر اعمل البروبلم بتاعة الاديشن in any order في اي ترتيب. يعني لو جبت النمبر اللي قبل البلاس حطيته بعد البلاس، يعني لو بدلت التو اللي هم الاد انس، لو انا بدلتهم وعملت لهم سويتشنج مفيش حاجة هتتغير، هيطلع نفس الناتج في الاخر. أتمنى تكونوا فهمتوا ليسن النهاردة، ونتقابل إن شاء الله primary 2 في ليسن جديد.